كده ليه؟ قال ابن عروس ان استحكم فيك الندل طوعه وان استحكمت في الندل ربيه. حاجه دي انا بدي اعرف انت بتتمحجي فيا ليه يا برده؟ انا بتمحج فيك؟ طب ده انت خلاص ما تلزمنيش، ولولا ان انا عارفه ومستاكده ان ذمتك يربح فيها البغل سنتين وممكن تلهف نصيبي في الكنز كان زماني دلوقتي قاعده ومتستته في بيت ماما في مصر. بابا طب علي النعمه يا اولاد، بابا في القرن العشرين وفي عصر القمر الاصطناعي ولسه بيمشي حافي. حسن ده قبل لسانك، انا بابا بيمشي حافي عشان هيبز. عارفين يا اولاد كان بيمشي حافي زي السيده قشطه. الله بص تمساح، شوف تمساح فين؟ ما بكلمكيش وعشان ترتاح هسيب لك الدنيا وامشي.